اهلا بكم من جديد. تابعنا الان تقرير عن قرعه انديه افريقيا، بطولتي انديه افريقيا، دوري ابطال افريقيا وايضا الكونفدراليه الافريقيه. فعايز اقول لحضراتكم ان مجموعه الاهلي والزمالك هي اصعب المجموعه الثانيه الحقيقه بكتير. مجموعه الاهلي فيها الزمالك، يعني الاهلي والزمالك الاثنين طبعا فريقين كبار جدا على مستوى القاره الافريقيه وعلى المستوى المحلي. فيها ليوبار الكونغولي وده بطل الكونفدراليه اللي فاتت، فنادي لا يستهان به. فيها ايضا فريق اورلاندو بيراتس بطل جنوب افريقيا وده اللي اطاح بمازيمبي اللي هو بيصول ويجول في الملاعب الافريقيه على مدار يمكن السبع ثمان سنين الاخيره، فكان مفاجاه من مفاجات البطوله ان يطاح به من فريق اورلاندو. اذا له طموح ايضا اورلاندو في ان يحقق نتائج قويه في هذه البطولة في دور الثمانية. يعني عندنا أربع فرق ما تقدرش تقول مين مرشح للتأهل بالحكم العاطفة أو بحكم حتى التاريخ. نقدر نقول إن الأهلي والزمالك الأقرب، لكن بحكم المستويات الفنية ما أقدرش أقلل من ليوبار لأنه بطل كونفدرالية، فهو أوريدي مشارك في هذه البطولة، هو بطل الدوري في بلاده وبطل كأس الكونفدرالية. وما أقدرش أقول إن أورلاندو أقلل منه لأنه أطاح بمازيمبي وبالتالي أطاح بأحد أبطال القارة في السنوات الأخيرة، فإذا هو جاهز من ناحية الفنية. عايز أقول مواعيد المباريات حضراتكم بقى، كل واحد كده ورقة وقلم يكتب معايا مواعيد المباريات عشان إيه تتابعوا بعد كده هذه المباريات وانتوا عارفين مواعيدها. اول مباراه هتتلعب للاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي هتكون بين الزمالك والاهلي، ده هتكون مباراه الافتتاح للفريقين في دور الثمانيه. دي هتتلعب احد ايام 19 او 20 او 21 يوليو، يعني دي هتبقى في رمضان ان شاء الله عليكم خير، يمكن 10 11 رمضان تتلعب المباراه دي قدامنا على الشاشه والجدول يوم 19 او 20 او 21 يوليو. وده هتبقى مباراه الزمالك، يعني اللي هينظمها نادي الزمالك، وفي امنيه انه تتلعب بجمهور وهنبقى في رمضان وان شاء الله الجمهور يشاهد هذه المباراه من المدرجات وتبقى سهره رمضانيه ممتعه وسعيده بعيدا عن حساسيه النتيجه. والفريقين في يمكن في افضل مستويات هما الفنيه، الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي الاثنين بينافسوا الان على الدوري، كل واحد متصدر مجموعته في الدوري. الزمالك عامل عروض طيبه جدا والاهلي عامل عروض طيبه جدا، حتى لما اتغير الكابتن حسام البدري الاهلي ما استعانش بمدرب جديد لسه مش عارف الفرقه، لا ده صعد كابتن محمد يوسف هو على درايه بالامور الفنيه كلها بفرقته، فما حصلش اهتزاز في الفريق كما كان متوقع او زي ما بيحصل لما بيحصل تغيير للمديرين الفنيين. الماتش الثاني هيبقى الاهلي هو هيلعب اورلاندو بطل جنوب افريقيا، ده هيبقى احد ايام 2 او 3 او 4 اغسطس، انت عارف الكاف بيحط 3 ايام وقبلها ب 10 15 يوم النادي بيحدد اليوم بالظبط طبقا لظروفه بيبلغ النادي الاخر. المباراه الثالثه هتكون ليوبار هيستضيف فيها الاهلي احد ايام 16 او 17 او 18 اغسطس، والاهلي هيروح يستضيف ليوبار بعد كده احد ايام 30 او 31 اغسطس او 1 سبتمبر، ثم الاهلي يستضيف الزمالك 13 او 14 او 15 سبتمبر، ثم اورلاندو هيستضيف الاهلي احد ايام 20 او 21 او 22 سبتمبر. دي الست مباريات بتوع النادي الاهلي. اما الزمالك هيلعب اول مباراه هيستضيفها الاهلي زي ما قلنا 19 او 20 او 21 يوليو، ثم يذهب الى كونغو ليقابل فريق ليوبار احد ايام 2 او 3 او 4 اغسطس، ثم يتجه على طول الى جنوب افريقيا عشان يلعب مع اورلاندو بيراتس احد ايام 16 و17 و18. يعني الزمالك الحقيقه هيبقى الامور بالنسبه له اصعب في الدور الاول عشان عنده ماتشين بره، اول ماتش الاهلي، فالثلاث مباريات هيبقى اصعب من بعض. بعد كده الزمالك هيستضيف اورلاندو في القاهره احد ايام 30 31 اغسطس او 1 سبتمبر، ثم يلعب مع الاهلي في ضيافه الاهلي احد ايام 13 و14 و15 سبتمبر، ويختتم مبارياته باستضافه ليوبار الكونغولي احد ايام 20 او 21 او 22 سبتمبر مع الهاتف كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي. برحب بيه طبعا، اهلا بيك كابتن طارق. اهلا بيك يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك طبعا وللساده المشاهدين. اكيد القرعه يعني الانطباع انتوا كنتوا متوقعين الاهلي والزمالك في مجموعه واحده، اعتقد يعني الفتره الاخيره دايما لما بتحطوا بيجوا في مجموعه واحده. والله يعني في القرعه يعني الزمالك والفرقه اللي اتحطت مع الزمالك هتتكلم 50 و50، يعني حتى مش محطوط مثلا اربع فرق فتختار منهم فرقه، لا ده هم فرقتين المستوى الثالث كان الزمالك وفرقه معاها انا مش عارف الفرقه اللي كانت مع الزمالك اللي راحت المجموعه الثانيه. نعم انت بتتكلم اللي بيسحب القرعه بيسحبها من كورتين اتنين موجودين. تمام، فنسبه ان الزمالك يجي معاك نسبه عاليه، نسبه 50%. طبعا يعني مش كوره وسط خمسه مثلا، لا ده هم كورتين. بالظبط هم كورتين اتنين بالظبط، فكوره اللي بيسحب كوره، فطبيعي ان يعني انت تبقى متوقع بشكل كبير ان ممكن الزمالك يبقى معاك والمجموعه طبعا. طب التاريخ بيقول ان وقوع الزمالك مع الاهلي في مجموعه واحده دايما يصب في صالح الاهلي، يمكن دي المره الثالثه اللي تحصل، اول مره كانت اعتقد في 2005
او 2006 مش فاكر، الاهلي كسب 2-0 و2-1 رايح جاي، وكان في دور الاربعه، وكان في كان في 2005. والسنه اللي فاتت الاهلي كسب 1-0 اول مباراه وحصل تعادل سلبي في المباراه الثانيه، ودي المره الثالثه. و2008 بيقولوا لك حصل النتائج كانت ايه يا جماعه؟ كان 2-1 الاهلي كسب و2-2 في العوده. يعني دايما الامور بتصب في صالح الاهلي. انت شايف هذه المره ايضا التاريخ لن يتغير، ولا انت شايف الامور اصعب في مواجهه الزمالك هذه المره كابتن طارق؟ لا طبعا انا شايف ان الامور اصعب بكتير، لان يعني احنا مش عايزين يعني طبعا في تفاؤل وكل حاجه، ولكن احنا يعني مش ده المعيار اللي احنا بنقيس عليه. يعني المعيار اللي بنقيس عليه طبعا لازم الامور تختلف، والزمالك يعني الزمالك يعني كان في عقبتين مهمين جدا في التصفيات الافريقيه الاولى قبل دوري المجموعات، وتخطى منهم مباراه حضرتك عارف طبعا بيتر كلوب، كانت مباراه جامده جدا. نعم. وتخطاها. المباراه الثانيه طبعا مباراه سان جورج برضه مباراه صعبه جدا وتخطاها. نعم. انا شايف ان المجموعه قويه جدا، الفرقه اللي خرجت اورلاندو اللي والزمالك كمان السنه دي مستواه اعتقد مختلف شويه عن السنين اللي فاتت. بالظبط يا استاذ محمد، فانا شايف ان المجموعه قويه، المجموعه جامده، ولكن يعني دايما البطل يا استاذ محمد اللي بيلعب عشان ياخد بطوله هو بيلعب عشان ياخد بطوله، فبرضه يعني لازم اتعدى الصعاب، ولو في مجموعه جامده زي السنه اللي فاتت يا استاذ محمد، لو احنا فاكرين السنه اللي فاتت اول ما المجموعه اعلنت مجموعه قويه جدا، مجموعه الموت بالظبط، والزمالك وتشيلسي مظبوط، ولكن الحمد لله خدنا اول مجموعه يعني وخدنا البطوله بعد كده مظبوط. فانا شايف ان دايما اللي طب كابتن طارق، من رؤيتك للمجموعه انت شايف اصعب فرقه ايه؟ هل الزمالك ولا اليوبار ده بطل الكونفدراليه على فكره، ولا اورلاندو اللي اطاح بمازيمبي؟ يعني كل الفرق ليها يعني في الفتره الاخيره اداء فني عالي جدا. بالظبط كده، يعني زي ما حضرتك بتقول كده، لما بيجي اصنف طبعا يعني الزمالك بيربي قوي جدا، يعني حتى يعني لما بتيجي تتكلم لو الزمالك مثلا ممكن يبقى في مستواه قبل ما يجي لعب النادي الاهلي او العكس، ما تقدرش تتكهن بنتيجه المباراه بتاع الاهلي والزمالك. نعم. ولكن الفتره الاخيره عشان يعني النتائج يعني الى حد كبير صالح النادي الاهلي، انما المره دي انا شايف ان لا، الزمالك يعني السنه دي مقدم عروض كويسه في الدوري، واول مجموعات وفرق كبير مقدم عروض كويسه في الـ في الـ في التصفيات الافريقيه. انا شايف ان دايما النادي الاهلي، وده ميزه يعني كويسه جدا جدا في الجهاز الفني اللي بيبقى موجود او اللعيبه او حتى، ان دايما بيحترم اي فريق بيلعب. لكن انت مش قادر تقول مين هيبقى الاصعب في المنافسين بالنسبه لكم كالنادي الاهلي، هل اورلاندو ولا اليوبار ولا الزمالك في الثلاثه؟ انا شايف ان الثلاث فرق، يعني لما تيجي تتكلم على اورلاندو بتقول ان خرج مازيمبي ده فرقه مرعبه، يعني فرقه بطولات بالظبط في الفتره الاخيره بالظبط، فرقه مرعبه، فاورلاندو بيخرجها وبيكسبها 3-1 في جنوب افريقيا، وبعدين بيخسر 1-0 في مازيمبي في الملعب اللي احنا لعبنا عليه ده. مظبوط. الملعب ده حضرتك يعني ملعب يعني صعب جدا الملعب ده، يبقى المباراه، فانا شايف ان الفرقه دي فرقه كويسه جدا. المباراه احنا لعبناها في السوبر الافريقي، فرقة كويسة جدا، وعلى ملعبها كمان احنا شفنا لها ماتشات على ملعبها، وكانت فرقة صعبة على فكرة في السوبر جدا، اعتقد خلص 2-1 المباراة، خلص 2-1، واحنا كمان يا استاذ محمد قبل ما نلعبهم كنا اتفرجنا ليهم على مباراتين او ثلاثة في نعم. في الكونغو. نعم. فرقة كويسة جدا. نعم. الزمالك طبعا في السنة دي عاملة أداء كويس. نعم. أنا شايف إن المجموعة صعبة. أنت مش قادر تقول مين الأصعب أو مين الأسهل في هذه المجموعة؟ لا انا شايف بحكم انت بتلعب نادي الزمالك طبعا ديربي، يعني فرقه شايف الزمالك مباراه قويه، يعني ان الزمالك يبقى مع النادي الاهلي، انا شايف السلبيه الوحيده في ان الزمالك يبقى مع الاهلي او الزمالك او الاهلي مع الزمالك، ان انت لما بتعمل نتيجه سواء تعادل او الاهلي بيفوز او الزمالك بيفوز، انت بتلعب لصالح الفرق الثانيه، لصالح الفرق الثانيه طبعا. بالظبط يعني في فرقه بتخسر نقط فده ممكن يؤثر عليها في باقي المشوار. طب كابتن طارق، شكل المشوار اعتقد بيفرق، يعني الزمالك انه يلعب مع الاهلي اول مباراه فهي مباراه صعبه للطرفين، وبعدين طالع الكونغو يقابل ليوبار في الكونغو، وبعدين هيسافر جنوب افريقيا عشان يقابل اورلاندو، فالزمالك اول ثلاث مباريات عكس الاهلي مثلا هيلعب الزمالك، وبعد كده هيستقبل اورلاندو على ارضه، وبعدين يسافر الى ليوبار. انت شايف كده في ترتيب المباريات حتى سواء ارضك او خارج ارضك في صالح الاهلي اكتر، ده بيفرق؟ والله بص، يعني انا لما باجي يعني اقيم المجموعه والترتيب المباريات، انا بشوف السنه اللي فاتت لو حضرتك فاكر احنا لعبنا اول ثلاث مباريات ما خرجناش بره القاهره، وده كان يعني كان في صالحكم، كان في صالحنا، فانا شايف السنه دي بس تعتمد على المباراه الاولى، يعني لما النهارده انت بتلعب ان شاء الله هنلاعب الزمالك يوم 19 في مباراه الزمالك. نعم. في القاهره لو في نتيجه ايجابيه في صالحك والمباراه الثانيه كمان على ملعبك، يبقى انت طالع بست نقط لسه من الستارت كده، بالنسبه لك تفرق كتير جدا. بالظبط كده،
بيفرق معانا جدا جدا، وبيديك بيديك افضليه وبيديك ثقه وبيديك معنويات مرتفعه. زي السنه اللي فاتت احنا لو حضرتك فاكر احنا اول مره لعبناها كانت مازيمبي بتاعتنا، مظبوط 2-1 مظبوط. المباراه كانت الزمالك، كانت مباراه الزمالك كسبتوها بقى 6 نقط، كسبنا الزمالك بقى عندي 6 بونت. المباراه الثالثه كانت كسبتوا تشيلسي فكسبنا بقى 9 بونت، 9 بونت في اول 3 مباريات، فتقريبا كنت حسمت الصعود لسه وباقي 3 مباريات تقريبا. بالظبط كده بالظبط، الى حد كبير كنا حسمنا الصعود. مظبوط حضرتك، عشان احنا استغلينا المباراه الاولى اللي هي مباراه مازيمبا اللي حضرتك طيب. احنا كسبنا في الجيل الاخر. طب كابتن طارق، ابعد شويه عن افريقيا واسالك، خلاص خلصت صفقه مصعد عوض ولا لسه ايضا في كلام؟ لا لا لسه والله، يعني الموضوع قائم وفي مفاوضات، انما الى لحد الان الموضوع مخلص لسه، يعني في مفاوضات طب بيتقال ان انتم ممكن يبقى مصعد عوض والهاني سليمان مع بعض الاثنين، هل الاهلي محتاج حارسين في وقت واحد؟ لا لا يعني موضوع الهاني لا، يعني مفيش مفاوضات مع الهاني، انما طبعا الاعلام بيكتب انما انا شايف ان هي طب انا سؤالي بس عشان يبقى واضح، حضرتك في حاله الاتفاق مع مصعد عوض خلاص ده اكتفاء في هذا المركز الى حد كبير، يعني يبقى الموضوع الا اذا ممكن يعني يجد حاجه، يعني مثلا حضرتك يعني بتتكلم ان لما مسعد يجي احنا بيبقى عندنا مسعد، عارف ان مسعد صغير في السن، يعني مسعد مش هيتقيس في الدرجه الاولى تمام تحت السن، يعني ولد مشروع جول كويس وعنده قدرات وممكن يبقى مستقبل يعني بشكل كويس في الفتره اللي جايه. في حاله عدم التعاقد مع مسعد، هل الهاني مطروح ولا الهاني اساسا مش مطروح في الفريق سواء في حارس تاني جه او ما جاش؟ بص هو الهاني مطروح وفي في في حراس مرمى مطروحين في الدوري الممتاز بشكل، انما يعني زي ما بقول لحضرتك احنا الامور بالنسبه لنا في الفتره دي مستقره جدا، شريف الحمد لله بيعيش يعني افضل فترات حياته. مظبوط. وابو سعود منافس قوي وعادي منافس قوي، وانا بقول لحضرتك لو اي حد في عادل او سعود بيلعب صدقني برضه ان شاء الله يبقى الموضوع يعني حتى لو مسعد جه مش هتستغنوا عن حتى واحد من الاثنين التانيين سواء ابو سعود او احمد عادل. احنا بنتكلم مسعد تحت السن محمد وقدامه مستقبل، يعني ولد مشروع جول كويس وعنده قدرات، فطبيعي ان انت بيجي يشتغل معاك في الدرجه الاولى، يبقى انت مكمل بالثلاث حراس الموجودين حتى في الموسم الجديد. بالظبط كده. ده انت متفق على كده او ده اللي ده المخطط بتاعك يعني؟ هو ده الاستراتيجيه اللي احنا بنبص لها يعني في المستقبل، ان احنا زي ما بقول لحضرتك مسعد ده جول كويس عنده قدرات يبقى موجود معانا تمام، مرن بيكتسب خبرات من الحراس اللي موجوده من 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 شريف من احمد عادل من ابو سعود، فانت بتاهله يبقى حارس المستقبل يعني. بالظبط كده. بالزبط. طب كابتن طارق خليك معايا عشان المكالمه دي تهمك، انا معايا الكابتن امير المراكبي وكيل مصعد عوض. كابتن امير مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. الله يسلمك.